هنا براند سويسرابيا. غادي ندخلوا بكم نشوفوا الخيارات. هذا البارفان كازابلانكا الفيرسيون الاولى لو دو بارفان، هذا مشهور عند سويسرابيا بزاف، ودابا الجديد عندهم هو ليكستري دو بارفان. ليكستري دو بارفان مزيان، يعني البراند كان دي براند كيواكبوا السوق وكيحرصوا دائما على الجديد. اكستري دو بارفان كازابلانكا. الناس اللي كيعجبهم لي بارفان فرويتي سيرتو بحال مثلا الايربا بيرا، انا الابيض، شتي حنا بزاف كتمشيو عندنا انا الابيض، هذا اللي عجبته انا الابيض، هذا غادي يحمقو. هذا بارفان اللي عود طونكا، راني في الديبار كتشم اللوز، كيعطي الريحه ديال اللوز في الديبار. هذا مابقاش، هذا مابقاش عندهم اوغيبتيغ دو ستوك حاليا. شغف الاخر اللي قلتي لي عود اسود، عود ازرق. عود ازرق اخر حاجه، عود ازرق، عود ازرق نشم هذا العود هذا. واو لا عادي، عود ازرق فيه شي حاجه سويت، عرفت وين هذا ازرق فيه شويه، فيه شويه حاجه سويت. هذا سترونج، هذا غير الاسود. الاسود هذا ديجا عرفتو، هذا هذا ديجا الاخوان كان عندي في المحل. كاينه هذا لا كوليكسيون هادي ليالي روج، كاينه امالي، كاينه يولالي سميت عندهم، كاينه ليالي، هادو الاخوان تا هما ديال سويسرا. شوفوا ليا كشخه انا كيفكرني، بلاتي نشوفوا بعدا الباكاجين ديالو بحال هكا، او بلاتي لا ندير شي كارطونه ديالو لومبراجي هادي، وها كيفاش كيجي الدهن. انا هذا ملي كنشمو كنشم كنتفكر جدودنا الاولى، ريحه الحاج، ريحه العمره، واحد الريحه فيها طيبه للغايه. حتى السيده ملي سمعتني كنهضر هكا قالت لي حتى الاماراتيين كيقولوا هذا الكلام، تيقولوا بان هاد الكشخه هادي كتفكرهم بجدودهم الاولى. يا على ريحه واعره بزاف، كشخه كشخه راه يعني حتى هو دهن معروف عند سويسرابيا. مازال كاين بزاف ما يتشاف عند سويسرابيا، ولكن الوقت وتلقينا واحد السيده من الجزائر تبارك الله عطاتنا الوقت بزاف، وكيقولنا خاوه خاوه ما شاء الله على سويسرا، روعه العطور وروعه الادهان، يعني ديما نقول